الفيديو ده هتكلم على الفيروس. احنا قلنا الفيروس في الجنرال فيرولوجي لما شرح دي ان اي او ار ان اي فيروس وانفلوب اور نون انفلوب. انا هتكلم النهارده على واحد من الدي ان اي فيروس المهم اللي هو انفلوب. وبالمناسبه الانفلوب ده بيجي يتاخد من الهوست سيلز، يعني من الهوست سيل هو بيعمل الانفلوب بتاع الفيروس. الدي ان اي فيروس الانفلوب ده المهم جدا هو اسمه الهربس. الهربس فيروس ده واحد من المهمين قوي في اونكو فيروس. كلمه اونكو يعني accused in causing cancer. اونكوجينيك يعني في قسم دلوقتي في المستشفيات اسمه اونكولوجي او قسم الاورام. اي حاجه دي ان ايه فيروس خلي بالكم منه ممكن هتبقى اونكوجينيك. الهربس كذا نوع، هربس سمبلكس وده تو تايبس، تايب 1 اند تايب 2. فاريسيلا زوستر ايبشتاين بار سايتوميجالو. طبعا في بقى هربس تايب 8 و7، دول الاساس بتوعنا يا اولاد. هربس سمبلكس، فاريسيلا زوستر، ايبشتاين بار اند سايتوميجالو. هبتدي بالهربس سمبلكس. هربس سمبلكس تايب 1 it infect usually mucocutaneous junction. اي حاجه فيها mucocutaneous junction في على السكين تبقى هي دي. ادي سكين اهو والميوكس جوه، يبقى النوز. الليب اهم حاجه، ادي سكين وداخل ميوكس ممبرين. الاي، الفاجينا، دي كلها اريا افيلابل فور انفكشن باي هربس سمبلكس تايب 1 اور 2. إذا كان هيجي في الميوكوكوتينيوس جانكشنز اوف ذا ابر اوف ذا فيس اوف ذا نوز اوف ذا اي اوف ذا ليب يبقى ده تايب 1. إذا راح للجينيتال تراكت يبقى ده هيربس فيروس أو هيربس سمبلكس فيروس تايب 2. ده يبقى ده هيربس سمبلكس فيروس تايب 1. إيه اللي بيحصل؟ بيجي الانفكشن ان دايركت كونتاكت اور الاكسوديت او الافرازات اللي بتطلع من الهربس او من الليجن اللي بيعمله الهربس اللي انا هقوله دلوقتي. الاول بيبان على هيئه مكيول. كلكم جالكم على فكره ومعظمكم مكيول، يعني نقطه حمراء كده. وبعدين تبرز تبقى بابيول. وبعدين تتملي سائل تبقى فيزيكل. الفيزيكل تتقيح تبقى باس تيول. وبعدين تنشف وتعمل ايش؟ كراست. الكراست يقع وتبقى انت حضرتك رجعت لطبيعتك ومفيش اي حاجات هتحصل لك بعد كده. المشكله هنا ايه بقى؟ اللي جاله كده هيفضل لغايه ما يموت. هيطلع له الهربس ده على طول، هيطلع له الهربس ده بس بيقعد في حته ويستخبى، وعشان كده سميناه ليتنت فيروس، يعني اللي بيقعد ويظهر تاني. بيظهر تاني امتى؟ هتقول. يبقى كلكم او حد كتير منكم يظهر له نقطه حمراء كده وبعدين تقب بقى اللي هي قبه كده او بارزه، وبعدين ابص اللي هي اتملت ميه وفيري بينفول بقى بتوجعه جدا. وبعدين تبتدي تطلع افرازات كده شكل الباس انما هي اكسوديت. وبعدين تعمل قشر والقشر يقع وتاخد لها بتاع يجي اسبوع او 10 ايام وهو يتالم جدا، ما بيعرفش يبوس يا عيني. طب ايه الحكايه بقى؟ الحكايه بعد ما تنتهي خالص وتبقى انت زي فل، الفيروس يروح للسنسوري جانجليون سبيشالي التراي جيمينال، على التراي جيمينال نيرف كده، اوفر ذا تراي جيمينال نيرف اهو. خدتوه في الاناتوم، تراي جيمينال نير. ويفضل قاعد في الجانجليون دي، يقعد كتير، يقعد في يوم،
في شهر في سنة تهدى الجراح وتنام. يعني ايه؟ يعني هيقعد وانت خافف ومية في المية، وفجأة يروح خارج من هنا ويعمل نفس الليجن، يبتدي يعمل كده، يبقى هو ليتن وريكارنت، يرجع ويروح ويرجع ويروح. طب الاميون سيستم فين؟ ما يعرفش يتعامل معاه لانه جوه الخليه. الانتي بودي مش هتعرف تتعامل معاه، وهو داخل الخليه ما بيعملليش ريسبتورز مختلفه عشان السيل ميديتد تشتغل، تمام؟ وهو داخل الجانجل. اذا الاميون سيستم لا قيمه له في الهرب سيمبلكس تايب 1 وهو ريكارنت. طب امتى بيرجع؟ في حاجه سايكولوجيك، واحد عنده امتحان، المزه سابته، مش عارف ايه، اعصابه تعبانه، عمال يفكر في مستقبله كتير، تقوم يبتدي الهربس ده يظهر. يبقى ده سايكولوجيكال، حاجه نفسيه. في معظم البلاد في اوروبا واسكندنافيا والكلام ده تلج، التلج ده او الساقعه قوي دي بتزود الهربس، عشان كده دول اللي نسبه الهربس فيهم عاليه جدا في الكولد اريا. بعض الحاجات اللي هي فيسيولوجيكال زي المنسترويشن اثناء البيريود يعني او العاده الشهريه تظهر في نتيجه انفكشنز. ايه هي الانفكشن؟ اول واحده الايدز، اميون ديفيشنسي، او العيان ده اميون كومبرومايز، ده عنده سكر، دايابيتس، عنده رينال فيلير، يعني مش مظبوط. او الناس اللي بيجي لهم اسهالات وياخدوا ادويه كتيره قوي للاسهال، فيبتدي اللي هو لونج كورس اوف انتيبيوتيك، يبتدي الهربس يظهر من جديد وهكذا. طب وليه انا اقعد اتعذب بالمنظر ده، مكيول بابيول ووجع في بوقي؟ لا، اول ما تظهر دي بقى انا عرفت ان انا عندي هربس، مش هيروح، اروح واخد دواء اسمه اسايكلوفير. عند المكيول اول ما تبقى بابيول كده تروح، ما تحسش انت بقى حضرتك، وما تقعدش تطلع اكسوديتس، وما تقعدش يا بقي يا بقي. كذلك ممكن يعمل، يجي في الميوكوكوتيدس بتاع العين يعمل هربتك كونجنكتيفايتس، يعني يحصل نفس الرياكشنز في السكين والميوكس ميمبرين بتاع الاي، ده اسمه هربتك كونجنكتيفايتس. يعمل حاجه اسمها ويبلو. ايه ده؟ ده صباع، العيال الصغيرين بيقعدوا يمصوا صباعهم، لو عندهم هربس يبتدي يطلع في الصباع. او مع الممرضين والممرضات الديلينج وذ كيسز اوف هربس، بيقعدوا بقى يعملوا لهم كده وبتاع، تبص تلاقي صوابعهم ابتدى يظهر في السكين بتاعها هربس، اسمه ويت لو، باللي بيقعد يمص صباعه ده والحاجات دي كلها. طيب امال هربس فيروس تايب 2؟ ما هو كله سيمبلكس. بقى ده واحد من الاونكوجينيك، بيجي فين؟ جينيتال. اذا طريقه العدوى سيكشوال، وده اكيوزد ومتهم، ومتهم صريح للكانسر سيرفكس. عارفين السيرفكس كده، ادي اليوترس والسيرفكس، ها يعمل كانسر سيرفكس في الحته دي، متهم قوي يعني. طيب وايه الاعراض؟ مكيول، تابيول، فيزيكال، باستيول، كراست. طب يروح فين بقى؟ للسيكرال جانجليون، هنا ترايجيمينال جانجليون، هنا سيكرال او دورسال جانجليون، يروح قاعد فيها. وللاعراض اللي قلت لكم عليها دي بقى، برد وساقعه ومنستروشن ومش عارف ايه 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 ايه، يبتدي يظهر من جديد. علاجه سايكلوفير او جان سايكلوفير، زي الجن بيوقف نوع. ادي اول نوع من الهربس، سهل جدا. طبعا تشخيص الفيروس ده، التشخيص ده كل واحد يشوف انكلوجن بوديز، يشوف الفيروس تحت الالكترون ميكروسكوب، يجيب انتي بودي ضد الفيروس واشوفه، يعني ده كله بقى ايه، تشخيص، او ادور على الدي ان ايه بتاع الفيروس. وده بقى هناخد حصه كامله على تشخيص اي فيروس يجي لي في الامتحان، اروح خابط الليست. طيب نيجي بقى للفاريسيلا، فاريسيلا زوستر. ايه فاريسيلا زوستر دي بقى؟ فاريسيلا يعني تشيكن بوكس. تشيكن بوكس يعني ايه؟ الجديري، مش الجدري، الجدري انتهى من العالم خلاص. تشيكن بوكس، الجديري اللي هو بيصيب الاطفال.
امال الزوستر ايه ده بقى؟ ده بيعمل حاجه اسمها هيربس زوستر، ده يجي للعواجيز والكبار والاميون سبريسيف بيشنتس. امال احنا حاطين الكلمتين مع بعض ليه؟ لان في تبادل ثقافي واضح ما بين الطفل وما بين جده. الست بتشتغل، كل راجل بيشتغل، والواد جاله تشيكن بوكس يعني فاريسيلا، جات للولد ده عن طريق دروبلت، عن طريق سكريشنز، يعني جال الولد تشيكن بوكس، دايركت كونتاكت، استخدام الادوات بتاع المريض. جدهم او جدتهم ده زمان زمان جاله هيربس، جاله تشيكن بوكس جديري، وجديري ده مرض الامراض من الامراض بتاعت الاطفال، فمش هيجيله جديري بقى، امال هيجيله ايه؟ هيجيله زوستر. حرام عليكم، حرام عليكم. زوستر ماشي مع الترايجيمينال، ترايجيمينال نيرف، وجع مؤلم وصريخ، او يجي على الانتركوستال نيرفز. الانتركوستال نيرف كده اسمه الحزام الناري بالعربي، وجع نار نار، يجي كده لو تعمل عاوزين تعرفوا مكانه فين بالظبط، تحت البرا، عارفين الستيان اهو، تحت الستيان على طول يجي سيفير بين. علاجه ايه؟ قلناه اسايكلوفير او جان سايكلوفير او جان بير، هما دول العلاج الوحيد ليه. الاسايكلوفير ممكن يتاخد كريم وممكن يتاخد اورال، في الحالات الزوستر بيتاخد اورال لانه اونكوجينيك وجاه لجلد جماهير. ادي الايه؟ الهربس زوستر. يبقى ممكن جدا ان الجد يبقى عنده هربس زوستر ويجي يدلع الواد، الواد معياش بالتشيكن بوكس، يوم يجي له تشيكن بوكس. يبقى في تبادل ثقافي، وعرفنا العلاج وعرفنا طريقه العدوى، دايركت كونتاكت او ذا يوز اوف بيشنت فومايتس، ادوات المريض العيان. نيجي على الايبشتاين بار بقى، ايبشتاين بار فيروس. الايبشتاين بار فيروس ده بيجي ان دايركت كونتاكت مع بيشنت، من السلايفا بتاعت البيشن، فعشان كده بنسميه كيسنج ديزيز، مرض البوس. مين اكتر ناس بيتباسوا؟ اوعوا تفهموني غلط، الاطفال الصغيرين، الاطفال الصغيرين هم اكتر ناس بيتباسوا. فلو اتباسوا واحد عنده ايبشتاين بار هيتعدوا على طول. طب الايبشتاين بار ده اعراضه ايه؟ سخونيه فظيعه، وبعدين ممكن للعيان يجي له هيباتايتس، يجي له صفرة، نزية مرعبة، بس برضه هو اكيوزد بشراهة في انه يعمل كانسر. كانسر فين؟ كانسر في ال يعمل له ليمفوما، يعني في البون مارو، خصوصا الناس بتوع افريقيا السود، اسمها بيركتس ليمفوما او فارنجيو كارسينوما، يعني بيعمل كانسر في بعض العيانين وخصوصا الاميون كومبرومايز. طيب الايبشتاين بار ده اعمل فيه ايه؟ اعمل فيه ايه؟ قالوا الايبشتاين بار ده عشان اشخصه اصلا، انتوا فاكرين بقى في الايمونولوجي انا اهو، ودخل فيا الايبشتاين بار فيروس، يقوم جسمي يكون انتي بودي لايه؟ للايبشتاين بار. والايه؟ والنوع من البكتيريا اسمها بروتياس او اكس 19. يبقى لو لقيت انتي بودي ضد نان موتايل بروتياس، نمرتها في المعمل، الاو بودي بتاعها اللي هو البودي بتاعها نمره 19. لو لقيت انتي بودي عندكم ضد دي، ضد البروتياس دي، يبقى انا عيان بالايبشتاين بار. اللي فكر في الموضوع ده الخواجه بول بانيل، فاسمه بول بانيل تيست، او لما تروح تعمله في معمل يبقى اسمه مونو سبوت تيست. لو طلع بوزيتيف مش معنى كده 100% عنده ايبشتاين بار، لان انا بدور على هيتيرو فيل انتي بودي، ما هياش الانتي بودي ضد الايبشتاين بار. عاوز اتاكد اعمل انتي بودي ضد الايبشتاين بار بايه؟ بايميونو فلوريسنت تكنيك او بإلايزا تكنيك، يعني ادور على انتي بودي ضد الايبشتاين بار شخصيا، هو ده السبيسيفيك تا
تيست اجينست ايبشتاين بار فيروس. اخر واحد في مجموعه الدي ان اي الانفلوبد فيروس ده هو اللي هو الهربس، يعني هربس. السايتو بيجاله، سايتو يعني خليه، بيجاله يعني هتكبر، يبقى ده بيكبر الخلايا. ده منتشر جدا في مصر دلوقتي. الانفكشن بتاعته بتيجي عن طريق البلاد ترانسفيوجن، بتيجي عن طريق الرينال دياليسيس، يكون الفلتر مش نظيف، بتيجي سكشوالي. لما تيجي دي تعمل ايه؟ ممكن تبقى اسيمتوماتيك، يعني مش باين اي اعراض، لكن ممكن تبقى سيمتوماتيك. سيمتوماتيك على هيئه ايه؟ على هيئه فلو لايك مانيفستيشن، زي اللي يكون عنده برد. بون ايك ومصل ايك ويبقى كده تعبان قوي. وممكن بقى يجي له هيباتايتس. وممكن يعني هي كلها مجموعه كده، ويقعد ليتنت في الماكروفاج، يفضل قاعد فيها شويه تخف وتبقى تزقطط وتبقى زي الفل، بعد شويه يخرج نتيجه اللايف سبان بقى بتاعت الماكروفاج، يخرج او يخرج باي طريقه في الاميون كومبرومايز بيشنت، يبتدي يجي لك ريكارنت اتاكس. تمام؟ سهله؟ ده بقى بيكبر الخلايا. اول ما اكتشفناه كان في سليفر جلاند هنا ورمه، وقالوا كانسر يا عيني، وبقينا حللناها لقيناها فايت. واحد جاله التهاب كبدي، يا نهار ابيض، التهاب كبدي ايه؟ بي سي؟ لا، ولا ده كله، ده سايتو جاله ايه؟ فايروس. جاله سور ثروت وبون ايك، برضه سايتو جاله فايروس. الهربس او الايبشتاين بار، يعني هربس ايبشتاين بار، بيدي نفس المانيفستيشن بتاعت السايتو ميجالو. تعمل بقى الكاركترستيك ايديا انك تعمل سي بي سي، يعني كومبليت بلاد كاونت، تلاقي عندك اتيبيكال لينفوسايتس. لينفوسايتس كتيره قوي، اتيبيكال كبيره كده، كبيره كده، يتهيأ لك ان هي كانسر ولا حاجه. لا لا، دي اتيبيكال لينفوسايتس وعددها كبير جدا. مفهوم؟ السايتو ميجالو فيروس ما لا بيتعالج بقى سايكولوفير ولا بحاجه خالص، علاجه تعبوا فيه الناس. انما تدي فيتامين سي اللارج دوزز لمده اسبوع هتبقى فل الفل. تمام؟ ادي مجموعه الهربس. يبقى مجموعه الهربس شايفين قد ايه حاجات فيها اونكوجينيك؟ هربس فيروس سمبلكس تايب 2 بيعمل كانسر سيرفكس، ايبشتاين بار بيعمل بيركتس ليمفوما، يعني نوع من انواع الليمفوما. كل الحاجات دي بتسبب كانسر، وعشان كده تخلي بالكم منها. الهربس اي واحد ممكن يجيله هربس نتيجه انفكشن من واحد تاني. وبعدين خلي بالكم ان اللي جاله هربس سعيده باي باي، مفيش امل يا حبيبي فيك خالص، كل شويه هيجيله، كل شويه هيجيله لما يتعرض للحاجات اللي قلتها اللي بتعمل له ري اكتيفيشن، البرد، سايكولوجيكال، اميونو سابريسو، حاجات كده كتير اللي انا قلتها لكم دي. ويبقى كده باختصار شديد، مش شديد قوي يعني، الهربس، مجموعه الهربس اللي هي دي ان اي انفلوبد فيروس خلصت. واوعوا تنسوا الاسايكلوفير.